المشاكل المرضية للغدة الدرقية من أصعب المشاكل اللي ممكن تواجه الإنسان، ومن أهم الأمثلة على كده السيدة أم كلثوم اللي وضعت في اختيار صعب بسبب الغدة الدرقية، وهو تختار الاحتفاظ بصوتها وحنجرتها الساحرة مع المرض والإجهاد المستمر، ولا تضحي بالفن والمجد علشان تحافظ على صحتها وحيويتها. حاسة إن صوتها عصبية طول عن الأول، مش قادرة أسيطر على الرعشة اللي في إيدي، وعلى طول كده متوترة وسخونة وعرق ده غير العنين. للأسف الحل هو العملية. اختارت أم كلثوم الفن وتحملت كل المتاعب. وكمان الفنانة داليدا اللي أصيبت بمرض الغدة الدرقية اللي منعها من الغناء وتوفيت منتحرة بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة بعد أن تركت رسالة بتقول سامحوني الحياة لم تعد تحتمل. قصتين مهمتين جدا جدا، والغدة الدرقية كانت البطل في هذين أو هاتين القصتين. الحوار سيكون مثير مع الغدة الدرقية، ولكن من الناحية الجراحية في المقام الأول هذا الحوار وهذا التخوف اللي في كل عقول كل الناس. أقول لهم عملية غدة درقية يخافوا جدا جدا، لك عملية اللي هتذبحونا فيها، هنفهم هل هي فعلا هذه العملية أم أن هناك أمر مختلف تماما. الحوار مثير للغاية مع ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد عبد القوي السيد، استشاري جراحات الجراحة العامة وجراحة المناظير ومدرس الجراحة العامة بكلية الطب ودكتوراه الجراحة العامة والأورام من كلية الطب جامعة عين شمس، وزميل كلية الجراحين الأمريكية، عضو جمعية جراحات المناظير المصرية الاسم الكبير. أهلا بك يا دكتور محمد. أهلا بحضرتك يا فندم. شو إيه رأيك في الكلام ده؟ تاريخ. ده تاريخ مهم قوي الحقيقة، وإحنا بقى مش عايزين نوصل لهذه المرحلة، يعني لا نوصل إن إحنا ما نعملش الجراحة، ولا نوصل إن المرضى بتوعنا ينتحروا زي داليدا ما وصلت لهذا. طبعا القصص دي كانت يعني هي داليدا ما انتحرتش بسبب الغدة الدرقية، اكتئاب غالبا، اكتئاب وضغوط الحياة لا تحتمل في الآخر، قالت كده. فيعني تمام، لكن إحنا مش هيبقى الحمد لله إن شاء الله يعني في هذه الحقبة الزمنية مع التطور الجراحي ان احنا مش هيبقى عندنا صعوبة الاختيار، مش عندنا صعوبة ان احنا نمشي في الطريق الجراحي بس بسهولة وبأمان ان شاء الله. ان شاء الله. انا يعني عايز ابدأ الاول، ايه علاج مرضى الغدة الدرقية في المجمل؟ في المجمل عندنا ثلاث اختيارات في علاج الغدة الدرقية. العلاج الاول هو العلاج الجراحي، ثم العلاج الدوائي، ثم العلاج في بعض الحالات بنحتاج لحاجة اسمها اليود المشع. الحقيقة عندنا الاختيار الجراحي برغم صعوبته كويس، لكن هو ده بيمثل الفيرست تشويس، لأن الجراحة بتبقى حاجة منتهية، المريض بيخش غرفة العمليات، بتنتهي الجراحة بعد فترة زمنية، تاني يوم بيروح، بعد أسبوع الجرح بيتعافى تماما، الموضوع انتهى. لا أدوية ولا مضاعفات بتاعة الأدوية ولا اليود المشع ولا خطورة اليود المشع اللي ممكن هي نفسها تعمل تقلب بعد كده بسرطان في الغدة الدرقية. فقصدي الطريق الجراحي الآن هو الطريق الآمن والطريق السليم في التعامل مع الغدة الدرقية. أنا عايز أبدأ بقى، الجراحة أصبحت حلول أو حل مهم جدا لمرضى التضخم العنيف في الغدة الدرقية أو التضخم العنقودي. هو سؤال كلاسيكي هسأله برضه عشان أوضح للناس، إمتى مريض الغدة الدرقية نقول له ينبغي لك أن تعمل جراحة؟ بص حضرتك، طبعا لازم هيبقى فيه أعراض، يعني هذا المريض هيجي لي العيادة يقول لي عندي أعراض. الأعراض دي يا إما أعراض كشكل، تمام، هناك نتوء أو هناك صعوبة في البلع أو تغير في الصوت أو شيء بدأ يظهر في الغدة نتيجة التضخم، ده بنسميه كشكل أو أناتوميكال. في حاجة وظيفية بقى، يعني ممكن المريض يشتكي مثلا من زيادة إفراز الغدة الدرقية أو
قلة إفراز الغدة الدرقية أو المرض العنيف اللي احنا بنشوفه دلوقتي أو يبقى very common الحقيقة اسمه سيرودايتس، يعني التهاب في الغدة الدرقية. ده التهاب زي التهاب بيجي في كل مكان، لكن بيبقى التهاب مناعي أكتر. تمام، ده بيسبب ألام شديدة للمريض ويسبب تضخم، وأيضا بيسبب زيادة أو نقص إفراز الغدة الدرقية. تخوف الناس دايما من مكان الغدة الدرقية. تمام، المكان في منطقة حساسة للغاية، في منطقة الرقبة زي ما احنا شايفين اهو، قريبة من الحنجرة، القصبة الهوائية، المريء، الغدد الجردرقية، العصب المغذي للأحبال الصوتية، كل هذه المناطق شديدة الخطورة، كلها حاجات الحقيقة مساحة ضيقة جدا وبتتعامل فيها بحساسية شديدة جدا، لأن لو لا قدر الله بس في غلطة ملي كده أو ملي كده المريض الحقيقة يعني بيحصل له مشكلة. قد يتجاهل المريض بدايات التضخم ويظن أن الأمور تثبت على ما هو عليه، لكن الواقع أو المستقبل بيحمل له مفاجآت غير سارة. تمام، تتضمن أي مريض بيشتكي من أي حاجة في الغدة الدرقية يجب أن يتوجه إلى جراح فورا. تمام، بنعمل له أشعات، بنعمل له تحاليل، تمام، بنحطه تحت عينينا. لو محتاج تدخل جراحي بنعمل تدخل جراحي فورا، لأن إحنا النهاردة الجراحة أصبحت أمنة بشكل كبير، فما فيش داعي أن احنا نخاف أن احنا نخش غرفة العمليات. النتائج هتبقى إن شاء الله مضمونة ومبهرة، لكن الانتظار قد يحمل مشاكل. ممكن البؤرة اللي ظهرت دي تحمل خلايا نشطة أو خلايا خبيثة، ممكن بعد كده هذا التضخم يعمل نوع من الكمبريشن أو الضغط على الأحبال الصوتية أو الضغط على المريء والقصب الهوائي، بيبقى فيه صعوبات شديدة. وأحيانا الغدة الدرقية لما بتيجي تكبر كمان بتكبر في القفص الصدري، فأصبح المريض بينام وهو على كذا، يعني بص حيك المنظر ده مثلا منظر يعني نجلكتد تماما، سيدة عندها كل هذا التضخم. فإحنا ما بنستناش الحقيقة لما نوصل لهذه المرحلة. بص حيك يعني تضخم ده انتم متخيلين دي رقبة شديد. يا جماعة دي رقبة كده. عشان بس وحتى حيك النتوءات واضحة، يعني ديولاريتي واضحة حتى من الجلد. فإحنا الحقيقة مش عايزين نوصل لهذا المنظر. لأن هذا المنظر الحقيقة كل ما اكتشفنا المرض بدري وعولج بشكل صحيح مبكرا المريض بيتعافى سريعا وما بيحصلوش اي مضاعفات. المرضى بيتسألوا عن دور الليزر في جراحات الغدة الدرقية. بص حيك هو ده very common question الحقيقة، بتتسألوا طول النهار في التليفونات. الليزر يعني بتعملها بالليزر؟ بالظبط، يعني بتعمل مرارة بالليزر، بتعمل البواسير يعني قصص بقى يعني لا يوجد ليزر. هو في الفكرة كلها حيك احنا بنفتح الجرح بشكل تجميلي وبنقفله بشكل تجميلي في خلال 3 لـ6 شهور. الجرح ده مش باين خالص، ممكن لو رجل بيلبس كرافتة القصة ما بتبانش كمان في المراحل الأولية، ممكن لو سيدة تلبس مثلا سكيرف أو حاجة يعني بتخليها مخبية الجرح شوية كده لحد ما المنظر ينتهي تمام، لكن ما فيش حاجة اسمها ليزر الحقيقة. هو الأفلام على فكرة أفلام توم كروز وأفلام يعني الأفلام اللي هي فيس أوف والحاجات دي، جون ترافولتا هو اللي شافه حاجه بتتحرك وبتقطع وبتاع وضوء بيعدي فالبتاع بتاع وضوء بيرجع فالبتاع بيرجع تاني، فالناس قال لك انا عايز ده. لا يوجد بس احنا بنقفل الجرح الحقيقه بشكل جيد جدا وبشكل تجميلي، وفي خلال 3-6 شهور القصه ما بتبقاش باينه خالص. بس يبقى السؤال برضو عند كتير من المرضى بقى، ان هم محسوكين قوي، ومش مش محسوكين كل المرضى هيسالوا، وخصوصا الأحجام الكبيرة دي. تمام، المخاطر اللي مع تعامل مع غدة درقية بهذا الحجم، المخاطر الجراحية المرتبطة أساسا بالغدة الدرقية. تمام، إيه؟ ارتباط الغدة الدرقية الوثيق بالعصب اللي بيغذي الأحبال الصوتية بيخلي ناس كتيرة تخاف. يعني بيجيلي مثلا مدرسة بتزعق في الفصل، محامية بتترافع في المحكمة، حتى ايفن ربة المنزل العادية خالص ممكن تيجي تقولك أنا مثلا ما بقيتش قادرة أزعق ورا العيال واجري واتخانق والكلام ده كله. هو ده طبعا صحيح، لكن الحقيقة مع الجراحات الحديثة خبرة الجراح العالية جدا مع استعمال بعض الوسائل المساعدة أثناء الجراحة أصبح العصب ده الحقيقة في أمان تام، وأصبحت الغدد الدرقية الجردرقية في أمان تام من المشاكل اللي ممكن تحدث. ده بقى خلاص احنا انتقلنا من مرحلة الشكوك إلى مرحلة الأمان. بالضبط كده. هو كان زمان الحقيقة بيخافوا، يعني مثلا ده أحد الوسائل اللي بنستعملها دلوقتي ده اللوب الجراحي، ده بيعمل
تكبير للفيلد الجراحي المكان الشغل العملية بيكبر حوالي 3-4 مرات اللي بيها نقدر نشوف العصب رايح فين بالظبط والتفريعات الصغيرة بتاعت العصب رايحة فين، الدورة الدموية للغدة الجردرقية. بالمناسبة الغدة الجردرقية دي المسؤولة عن إفراز الكالسيوم وتنظيم الكالسيوم، إفراز الباراثورمون. أنا الباراثورمون بتاع غدة الباراثورمون اللي بيتعامل مع الكالسيوم. تمام. فإحنا بنحافظ على الغدد الجردرقية، بنحافظ على الدورة الدموية بتاعتهم بحيث أن المريض يطلع الكالسيوم بتاعه قبل العملية زي بعد العملية، والصوت نفس نبرة الصوت، نفس درجة الصوت، نفس كل حاجة، لا نلمس أي شيء إن شاء الله. بيتخوفوا من بعد العملية الجزء اللي أزيل ده، يقول لك طب ده يمكن يكون ورم. تمام. ورم خبيث. تمام. أي حاجة بتزال في الطب بتتم فحصها. تمام. افرض طلع ورم. بص حضرتك، احنا بنمشي ستيبس. يعني انا دلوقتي بيجي لي مريض مثلا عنده نتوء او عنده كلكوعه في الغده الدرقيه، بعمل له فحوصات زي موجات فوق صوتيه، ممكن اوصل لرنين مغناطيسي، اشعه مقطعيه، لكن الحقيقه برضو الثايرويد سكان اللي هو يعني شوف مثلا حضرتك ده منظر يعني غده درقيه متشعبه في كل حته، ده غده درقيه واحده، دي واحده مجموعه غدد بس، لا بس فصوص مختلفه وحاجه ورا العصب وحاجه قدام العصب، كانت حاجه يعني قصه لطيفه، لان هو الغده لما بتكبر ما بتكبرش بطريقه اناتوميكال، مش بتمشي مش بتمشي لا مش هي نفس الغده بس على كبير، لا ممكن تلاقي حاجه لفه ورا القصبة الهوائية ولا كل دي طبعا غدد كانت مهمله الحقيقه واحجامها كبيره للغايه، الحمد لله أزيلت بنجاح الحمد لله. ما شاء الله لكن بتعمل لها بقى كلها طبعا هيستوباتولوجيكال اكزامينيشن. انا حضرتك لو شاكك في ان في بؤره قد تكون خبيثه كويس، انا بجيب معايا في غرفه العمليات استشاري انسجه بيقدر ان هو يوصل ان هو يحلل هذه البؤره، بنشيل هذه البؤره بنبعتها تتحلل، بنطمئن تماما ان هي حميدة أو غير حميدة، وبنقدر نتصرف حسب الوضع، هل هنشيل بقية الغدة الدرقية، هنشيل غدد لمفاوية، ولا خلاص هنكتفي بهذا القدر. الحقيقة دلوقتي في برضو نقطة مثيرة للشك دايما، ودايما العيان بيجي للأسف عندي العيادة عامل هذه القصة ان هو بيعمل عينة بالإبر. ديت على فكرة من أكبر الأخطاء اللي بتتم. يعني لا في الغدة النكفية ولا في الغدة الدرقية الحقيقة. للأسف المسؤول عنها كتير قوي من مراكز الأشعة بيكتبوا على طول فاين نيدل اسبيريشن بايوبسي، بيكتبوها على طول. ايوه. فخلاص كل الدكاترة اللي مش مذاكرين قوي طالعين حافظينها. ايوه. والدكاترة والعيانين اللي عندهم ثقافة انجليزية يقول لك طب ما انا اروح اعمل عينة، هو قال لك ايه؟ ادفايز ان هو يعمل كده، نصح بعمل عينه بالابره. بالظبط كده. الحقيقه دي ممكن تعمل التهابات وممكن تعمل نزيف في الغده الدرقيه، والحقيقه نتائجها مش حساسه، مش 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 سنسيتيف قوي ان احنا ناخد قرار في العمليه. لو انا شاكك ان هناك بؤره قد تكون خبيثه في الغده الدرقيه، زي ما بقول لحضرتك انا بجيب معايا حد من دكاتره الانسجه بيعمل فحص في خلال 10 دقائق بيطلع لي نتيجه، واقدر اكمل العمليه بتاعتي بطريقه جيده. طب انا عايز اتكلم عن حاجه دلوقتي بقى يبقى ليها قيره كبيره، بتبقى موضه، التردد الحراري. تمام. يعني ناس كتير بتسمع عنه دلوقتي. تمام. التردد الحراري في الغده الدرقيه الحقيقه فادنا بشكل ضخم جدا. تمام. احنا لما كنا مثلا سي بيحصل نزيف بسيط اثناء الجراحه، يعني هو ده منظر التردد الحراري، مجرد ان هو زي ما حضرتك شايف بيقص وبيلحم في نفس الوقت، ما بحتاجش استعمل غرز. تمام. لما باجي اكوي جنب العصب او جنب الغده الجردرقيه بيحافظ لي على عصب، ما بيحصلش ترانسميشن للهيت او الحراره او الكهرباء. بص هيك موضوع سيلينج تماما. تمام. بنقلل الغرز في رقبه العيان، بنقلل التليفات، بنقلل اي نوع من الحساسيه او الرياكشن من الخيوط. فالتردد الحراري فادني الحقيقه كثيرا جدا فيه، والحقيقه دلوقتي شبه روتين بنعمله على طول بالتردد الحراري. التردد الحراري قفز بالغده الدرقيه الى منطقه رائعه امنه. سريعا بقى مرضى القلب والغده الدرقيه. في الهايبوثايرويد يعني نقص الافراز، او في الهايبرثايرويد الاثنين الحقيقه بيشتكوا من اعراض في القلب. يعني تلاقي مريضه راحت لدكتور قلب تقول انا عندي رفرفه، او انا عندي ضربات قلب سريعه، او اختلال في ضربات القلب. الحقيقه الحل بتاعها ان احنا نعمل على طول وظائف غده درقيه. تمام. وتتوجه الى جراح هو يتصرف معاه. الحقيقه الزملاء دكاتره القلب اصبحوا يعوا تماما هذه، لان طبعا ممكن تخش في تراك ان هي تتعالج من القلب وهي اصلا عندها مرض
آخر. فدي الحقيقة الناس بقت واعية بيها جدا، ودكاترة القلب برضو واعيين بيها جدا. ليه بتصروا على فحص الأنف والأذن قبل إجراء الجراحة؟ بص حقيقة في نسبة حوالي 1% العصب أو الفوكال كورد الحبل الصوتي ممكن مبقاش شغال إيديوباثيك لوحده، تمام. فأنت وأنت داخل غرفة العمليات لازم تتأكد أن العصبين شغالين، الحبال الصوتية شغالة، عشان تاخد بالك وأنت بتجري الجراحة. فلازم قبل أي غدة درقية لازم بنعمل فحص روتيني للأحبال الصوتية. لو لما بتبعت معايدة لمرضك اللي أنت عملت لهم غدة درقية أو لمرضى منصح لهم أو ينصح لهم بالغدة الدرقية بالعمل، هتكتب لهم فيها إيه؟ قول لهم الحمد لله على السلامة ألف مبروك. واللي ينصحوا بعمل الجراحة مترددين؟ لا دلوقتي الجراحة آمنة تماما، كويس. يعني ما فيش داعي نستنى المناظر دي الحقيقة. تعالى وشيل الغدة الدرقية بأمان، 24 ساعة تبقى في البيت، صوتك زي الفل، كله تمام. حياة سعادة غامرة بتشريفك لينا، وبنسعد بهذا الحوار الجراحي الهام للغاية. الأول مرة يمكن من زمان جدا نتكلم على الغدة الدرقية بالتفصيل الجراحي ده. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور محمد عبد القوي السيد، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، مدرس الجراحة العامة بكلية الطب ودكتوراه الجراحة العامة والأورام بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الأمريكية وعضو جمعية جراحة المناظير المصرية. الاسم الكبير كان ضيف العزيز في واحدة من أهم الحوارات على الإطلاق والحوارات المتفردة التي لن تسمعوها في أي مكان غير الدكتور، حوار الغدة الدرقية الجراحية. خليكم دايما مع الدكتور، ما تروحش في حتة تانية.